محافظة بورسعيد تشتهر باسم المدينة الباسلة بمصر، وتعتبر في المركز الثالث اقتصاديا. تضم بورسعيد العديد من المعالم المميزة، أهمها ميناء بورسعيد، والذي يعد ثاني المواني في مصر نظرا لموقعه الموجود عند مدخل قناة السويس الشمالية ومبنى هيئة قناة السويس، والذي يعد أحد أهم الآثار الإسلامية في بورسعيد، وفنار بورسعيد القديم، بالإضافة إلى العديد من المتاحف التاريخية. ولأن كرة القدم هي المعشوقة الأولى للجميع داخل محافظة بورسعيد، لذا قمنا بإجراء الاستفتاء الرسمي لنجوم الموسم الكروي لعام 2014-2015 المعتمد بمشاركة بوابة أخبار اليوم واتحاد الكرة المصرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية. ممدوح فرغلي عضو مجلس إدارة نادي المريخ ومشرف قطاع الناشئين في النادي. بخصوص استفتاء نجوم الموسم الكروي ده المعمول ببوابة أخبار يوم، بالنسبة لأفضل ناشئ محمود تريزيجيه، رمضان صبحي، محمود كهربا، هو محمود كهربا. أسامة السيد كابتن نادي المريخ. أفضل ناشئ كهربا. طه زين لاعب نادي المريخ، لاعب خط وسط مدافع. أفضل ناشئ رمضان صبحي. رفاق الدين. أفضل ناشئ رمضان صبحي. الشريف وصفي حضرتك، لاعب نادي المريخ. هقول استفتاء النهارده إن شاء الله نجوم موسم الكورة 2014-2015. أفضل ناشئ من وجهة نظري رمضان صبحي. أحمد عبد الرازق، لاعب نادي المريخ. بالنسبة للاستفتاء أفضل ناشئ رمضان صبحي. أحمد علي الحريري، 16 سنة، من بورسعيد. يبقى افضل ناشئ محمود تريزيجي. ياسر بهي الدين. افضل ناشئ رمضان صبحي. كابتن احمد الدزوي، مدير فني نادي الفنار درجه رابعه ومدرب عام المريخ ودمياط سابقا، وبرشح افضل ناشئ رمضان صبحي. علي المصري، مدرب في نادي المريخ، برشح افضل ناشئ محمود تريزيجي. افضل ناشئ محمود كهربا. انا اسمي مصطفى. افضل ناشئ انا عندي محمود، لا عندي رمضان صبحي. افضل لاعب ايمن حفني وليد سليمان عبد الله السعيد، هو ايمن حفني. افضل لاعب ايمن حفني. افضل لاعب ايمن حفني. افضل لاعب موجود ايمن حفني. افضل لاعب ايمن حفني. وافضل لاعب ايمن حفني طبعا لاعب الزمالك. افضل لاعب فانا عندي عبد الله السعيد. افضل لاعب وليد سليمان. افضل لاعب عبد الله السعيد. افضل لاعب ايمن حفني. افضل لاعب ايمن حفني. افضل محترف صلاح. افضل محترف محمد صلاح. يعني افضل محترف محمد صلاح. افضل محترف محمد صلاح. افضل محترف محمد صلاح. محمد صلاح طبعا. محمد صلاح. محمد صلاح. محترف طبعا محمد صلاح. محترف محمد صلاح. محمد صلاح طبعا. محمد صلاح. افضل مدرب فيريرا فتحي مبروك ايهاب جلال. فيريرا هو افضل مدرب للنتائج اللي عملها الزمان. افضل مدرب فيريرا. افضل مدرب فيريرا. افضل مدرب فيريرا. مدرب فيريرا فتح. افضل مدرب فيريرا فتحي مبروك. مازال الاهلي برضو قوي. المدرب نادي الزمالك فيريرا، لانه اداله الدوري واداله الكاس. فتحي مبروك. فتحي مبروك فيريرا. افضل مدرب فيريرا. افضل حكم ابراهيم نور الدين امين عمر محمود البنا. انا شايف ان ابراهيم نور الدين هو الافضل ان شاء الله. افضل حكم امين عمر. افضل حكم امين عمر. افضل حكم ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين اللي هو الصغير ده. هنقول محمود البنا. ابراهيم نور الدين. امين عمر. محمود البنا. افضل حكم ابراهيم نور الدين.
باسم مرسي، حسام باول، احمد جعفر، هو باسم مرسي افضلهم طبعا. مهاجم اثنين عمرو جمال، محمود كهربا، عماد متعب. عمرو جمال المهاجم. افضل مهاجم باسم مرسي. افضل مهاجم باسم مرسي. مهاجم باسم مرسي وعمرو جمال. باسم مرسي. مهاجم تاني عمرو جمال. مهاجم باسم مرسي طبعا. طبعا باسم مرسي. مهاجم برضو عندنا محمود كهربا. باسم مرسي. مهاجم برضو محمود كهربا. بالنسبة للمهاجمين عمرو جمال وباسم مرسي طبعا. أفضل مهاجم باسم مرسي وكهربا. أفضل مهاجم باسم مرسي وحسام باولو. باسم مرسي. محمود كهربا. وسط أيمن رمضان صبحي، عمرو السلية، محمود عبد الحكيم. هو رمضان صبحي. وسط مدافع حسام عاشور، إبراهيم صلاح، طارق حامد. شف طارق حامد أفضل. وسط مدافع تاني حسام غالي، أحمد توفيق، صلاح ريكو، أحمد توفيق. وسط أيسر وليد سليمان، مصطفى فتحي، أيمن حفني. هو أيمن حفني. عمرو السلية. وسط مدافع إبراهيم صلاح. وسط مدافع تاني حسام غالي. وسط أيسر وليد سليمان. وأفضل وسط أيمن رمضان صبحي. وسط مدافع إبراهيم صلاح. وسط أيسر مصطفى فتحي. وسط أيمن رمضان صبحي. وسط مدافع إبراهيم صلاح. وسط مدافع حسام غالي. وسط أيسر أيمن حفني. أيمن بيكي مين يعني بتاع رمضان صبحي. وسط مدافع حسام عاشور، إبراهيم صلاح، إبراهيم صلاح، حسام غالي. وسط أيسر نشوف مصطفى فتحي. وسط أيمن رمضان صبحي. وسط مدافع إبراهيم صلاح. وسط أيسر مصطفى فتحي. وسط أيمن عمرو السلية. مدافع حسام عاشور طبعا هو وسط بس وسط مدافع يعني. في وسط هنا حسام غالي وفي أيمن حفني وسط أيسر ممتاز. وسط أيمن لا رمضان صبحي طبعا. وسط مدافع حسام عاشور طبعا يعتبر اللي موجود حاليا حسام غالي. وسط أيسر أيمن حفني وليد سليمان. وسط أيمن رمضان صبحي. وسط مدافع حسام عاشور. وسط برضو مدافع حسام غالي. وسط أيسر أيمن حفني. وسط أيمن رمضان صبحي. وسط مدافع إبراهيم صلاح. وسط مدافع تاني حسام غالي. وسط أيسر أيمن حفني طبعا. ووسط أيمن عمرو السلية. مدافع حسام عاشور وحسام غالي. ووسط أيسر مصطفى فتحي. ظهير أيمن حازم إمام، باسم علي، عمرو جابر. أنا شايف عمرو جابر أفضل. المساك محمد كوفي، محمد نجيب، أحمد دودار. محمد كوفي أفضلهم. ليبرو علي جبر، سعد سمير، شيف حازم، وسعد سمير. ظهير أيسر حسين السيد، حمادة طلبة، محمد ناصف. لو الاختيار منهم هو محمد ناصف يعني وإن كان الثلاثة. حارس مرمى أحمد الشناوي، شريف إكرامي، محمد صلاح. هو أحمد الشناوي أفضل حارس. باسم علي أحسن ظهير أيمن. علي جبر أحسن مساك. وأحسن ظهير أيسر حسين السيد. وأحسن حارس مرمى الشناوي. ظهير أيمن حازم إمام، مساك محمد كوفي، ليبرو سعد سمير، ظهير أيسر حسين السيد، حارس مرمى أحمد الشناوي. ظهير أيمن حازم إمام، مساك محمد كوفي، ليبرو سعد سمير، ظهير أيسر حسين محمد ناصف، حارس مرمى أحمد الشناوي. حازم إمام، مساك محمد كوفي، علي جبر، ظهير أيسر محمد ناصف، محمد ناصف، أحمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد الشناوي. ليبرو علي جبر، مساك محمد كوفي، ظهير أيمن حازم إمام، ظهير أيسر حمادة طلبة، حارس مرمى أحمد الشناوي. ظهير أيمن حازم إمام، باسم علي، عمر جابر.
مساك محمد كوفي محمد كوفي، ليبرو علي جبر، سعد سمير، شريف حازم، علي جبر، ظهير ايسر حسين السيد، حماده طلبه، محمد نصر. حسين السيد شاب جميل قوي وبيعجبني لعبه قوي. حارس مرمى شريف اكرامي، احمد شناوي، اكيد احمد شناوي. ظهير ايمن باسم علي، مساك محمد نجيب، ليبرو شريف حازم، زهرة ايسر، حمادة طلبة، حارس مرمى شريف اكرام، مساك محمد نجيب، ليبرو سعد سمير، ظهير حمادة طلبة، حراس المرمى الشناوي. ظهير ايمن باسم علي، مساك محمد كوفي، ليبرو علي جبر، ظهير ايسر حماده طلبه، افضل حارس مرمى احمد الشناوي. شكرا. ظهير ايمن حازم امام، مساك كوفي، وليبرو علي جبر، وظهير ايسر محمد ناصر بتاع حارس مرمى كابتن احمد الشناوي طبعا ابن بورسعيد طبعا.